هيلفها من فوق الحيطه في الزاويه اليسرى العليا للحارس زي ما لعبها اكتر من مره. هنشوف ونتابع وليد سليمان بالقدم اليسرى الاقرب. وليد هو لو لعبها من فوق الحيطه بتبقى خطر جدا، جاب منها جوال كتير جدا قبل كده وليد سليمان نفس اللعبه دي. هنشوف وليد ولعبها وليد وجول. يا ولد يا لعيب وليد سليمان، يعني مخرجنا محمد دكروري قال لي هيلعبها كده، وفعلا وليد سليمان بيحطها وبيسجل الهدف الاول اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في الدقيقه الثامنه، هدف اول للنادي الاهلي وليد سليمان في الدقيقه الثامنه. هنشوفها مع الاعاده، وليد سليمان متميز بيها دايما اهي اللعبه، بيطلعها كده من فوق الحيطه في الزاويه اليسرى القريبه، صعبه على محمد غنيم حارس المرمى.